هسأل حضرتك سؤال: ما الذي يمكن أن يثيره هذا أو مشروع هذا القانون على صورة مصر فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان؟ بس اسمح لنا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عبد الغني، عضو ائتلاف 2530 بمجلس النواب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا دكتور. حضرتك اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، انتم مع مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومه لسحب الجنسيه ام لديكم تحفظات على هذا المشروع؟ والله هو يعني مبدئيا ما فيش حد ممكن يكون ضد يعني معاقبه اي حد ينضم للجماعه الارهابيه، جماعه الاتحاد الارهابيه بشكل واضح ومحدد، لكن نص القانون كما اطلعنا عليه نص غريب جدا، وانا عايز اقول ان هو لم يحدث في تاريخ مصر ولا في اي دوله من الدول المتاخره او متاخره ديمقراطيا حد عن مصر ان يتحط في قانون ان من يحاول تغيير نظام الحكم او عنده راي او يعني الحقيقه القانون يقول الكلام في منتهى الخطوره. عايز اقول ان احنا واحنا بنتكلم على الجماعات الارهابيه حتى الان لم ننفذ حكما واحدا في الجماعات الارهابيه حتى اليوم، وفي يعني قنوات داخل الدوله بتتكلم على اعاده التواصل وعلى ان ما ينفعش تعاقبهم بالاعدام وحاجات زي كده، بينما بنفكر ان الناس اللي هم في يوم من الايام ممكن ينظموا نفسهم عشان يعيدوا شكل تغيير نظام الحكم في الدولة بأي طريقة مشروعة حسب بأي غير مشروعة، دول ينزع عنهم الجنسية. والحقيقة أنا مش عارف هو لما ينزع عنه الجنسية هيروح فين، إذا كان ده عشان هو في جماعة إرهابية. بنتكلم بشكل واضح ومحدد على انتمائه لجماعة إرهابية وثبوت هذا الانتماء وممارساته للإرهاب داخل مصر، ده ممكن نتكلم عنه. لكن لما نتكلم على عباءة فضفاضة ممكن يخش جواها العمل السياسي العام، ده يمثل يعني انتكاسة حقيقة على يعني على الحياة السياسية في مصر وخطر طيب شديد. الأستاذ مصطفى أنا مش حتى أتصور، لما قريت النص عندي حالة صدمة شديدة من قراءة النص. طيب أستاذ مصطفى بكري بيقول: ومن قال أنه سيتم شمول هذا القانون للآراء المعارضين أو لأصحاب الآراء السياسية وهو يتعلق بمن ارتكب فعلا إرهابيا، مش كده؟ نعم حضرتك قلت نعم يا فندم. بالتأكيد لن نقبل بأي حال من الأحوال. افترض أنا طلعت وقلت والله أنا وجهة نظري أنه لازم النظام السياسي يتغير مثلا، هل هذا يدخلني تحت طائلة هذا القانون؟ النص اللي جاي يا استاذ مصطفى. ايوه انا معاك يا دكتور. النص اللي جاي خطير جدا. انا مش انا والله العظيم ما مصدق ان في حد بيدفع النظام ويدفع الدوله كلها لمثل هذه الهويه ويحطنا قدام اسئله نقعد ندافع فيها عن نفسنا ونفكر هو ممكن فعلا لما حد يقول كده هيتساب ولا ما يتسابش. دي مصيبه سوداء. انا مش والله ما متخيل ازاي يكتبوا ده ومجلس الوزراء يجتمع ويوافق على نص بهذا الشكل. حاجه غريبه جدا. يعني الاستاذ مصطفى بكري قبل ما حضرتك تدخل معانا قال بشكل واضح: ده يا جماعه نص مشروع جاي من الحكومه، احنا في البرلمان سنتصدى له. طبعا بالتاكيد بالتاكيد يعني لن نسمح بالمساس بحريه الراي وحق التعبير، وحتى اذا احد انتمى الى تنظيم غير مشروع ولا يمارس العنف والقوة لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول إسقاط الجنسية عنه، وإلا إحنا بنصادر حرية الرأي. نحن كلامنا واضح ومحدد، كل من ارتكب فعلا إرهابيا وسعى إلى ارتكاب هذا الفعل باستخدام القوة وصدر ضده حكم بات ونهائي هو الذي يطبق عليه هذا القانون، انما فيما عدا ذلك. طيب احنا عندنا مشكله، ويمكن الدكتور محمد عبد الغني طرحها، انه في تاريخ مصر، وانا قلت لحضرتك اننا واجهنا ارهاب في عهد جمال عبد الناصر، مارست جماعه الاخوان المسلمين كل اشكال الارهاب، السادات قتل بايدي هذه الجماعات الاسلاميه المتطرف، ومع ذلك لم يتم سحب الجنسيه. ما هو المغزى من سحب الجنسيه الان؟ انا ضربت لك مثلا بالماده 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واقدر اهلك تحديدا الدول المعنيه يمكنها الاحتفاظ بحق تجريد شخص من جنسيته في حاله ما اظهر عدم الولاء للدوله. ده كلام. وضربت لك مثل بريطانيا سنه 2002 عدلت تشريعاتها واسقطت حق الجنسيه. فرنسا في نوفمبر 2016 عدلت تشريعاتها واعطت الحق لاسقاط الجنسيه، ولكن لكل من يرتكب عملا ارهابيا ويصدر ضده حكم بات ونهائي. كلام طيب واضح. يعني في ناس كثيره جدا. دكتور محمد حضرتك معانا؟
انا معاكي وعايز التقط الخيط بس من النائب المحترم مصطفى بكري، وعايز اقول له ان احنا اذا احنا على خط واحد واتفاق فيما نقول، يجب ان نحرص ان الاغلبيه الميكانيكيه داخل المجلس ما توافقش على مثل هذا الكلام اللي ممكن يودي فعلا بشرعيتنا كلنا ده، واحنا وافقنا على حاجه زي كده وتم الموافقه عليها بالشكل الميكانيكي اللي بيتم عاده داخل المجلس، ده ممكن يودي بشرعيه النظام بالكامل لما في حاجه زي كده. الحقيقه ان احنا اخترنا استاذ مصطفى بكري تحديدا يكون معانا لان احنا عرفنا ان هو تقدم بمشروع، وهو النهارده هو جاي لي قال لي انا هجيب لك نص المشروع اللي انا قلته. الحقيقه ان نص المشروع اللي قدمه سياده النائب استاذ مصطفى بكري يخلو من هذه العبارات الفضفاضه. حدد حضرتك هو نفس القانون، نفس قانون يتعلق بمن يرتكب جريمه ارهابيه بالقوه المسلحه ويصدر حكم بات ونهائي. اصل خلي بال حضرتك بعد ذلك مرفوض يا استاذ مصطفى، خلي بال حضرتك المخاوف من ايه؟ ينتمي الى اي جمعيه لا او لا جماعه؟ يبقى مفيش حد فينا هيبقى موجود في الساحه. ايوه ما هو مشروع القانون كده يا فندم. لا غير مرفوض. هذا كلام مرفوض. هذا كلام مرفوض. نرجع لنص هذا كلام مرفوض ويضر النظام. طبعا هذا يضر النظام ويضر الدوله المصريه ويضر هي فقط في نقطه واحده التي زي ما بيقول دكتور محمد قاسم مشترك، ان احنا ضد ظاهره الارهاب الذي يهدف إلى تقويض الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها، وأن إضافة مادة إلى القانون 26 لسنة 75 لابد أن يكون محكوم باعتبارات محددة، ولكن الصيغة المطاطة دي هتخلي ما فيش حد يشتغل في العمل السياسي بالزبط. من الأساس بالزبط. من الأساس. يعني هذه المخاوف مخاوف مشروعة، وزي ما حضرتك تفضلت تضر بالنظام وتضر بصورة الدولة وغير دستوري. نعم وتضر ده احنا هنتكلم في المسألة الدستورية كمان، لكن كمان هي تضر بصورة يعني احنا عندنا يا استاذ مصطفى ما حضرتك عارف احنا عندنا صورة ذهنية الآن نعاني منها من ملف حقوق الإنسان، نحن في حاجة إلى تدعيم هذه الصورة أم إلى تصحيحها؟ لا طبعا الحقيقة الصياغة غير موفقة، الصياغة الصحيحة لابد أن تكون واضحة ولابد أن تكون محل نقاش سواء في مجلس الدولة طبعا مدى موائمتها مع الدستور أو في البرلمان، وأنا يعني رهاني كبير على أن البرلمان سيفرق تماما بين العمل الإرهابي والعمل السياسي. دكتور محمد حضرتك معانا كده، أستاذ مصطفى بيضم صوته بصوت حضرتك، والنقطة اللي حضرتك أشرت إليها أو مخاوف حضرتك من أن الأغلبية الموجودة في البرلمان تمرر هذا القانون، أستاذ مصطفى بيؤكد أنه سيتم التصدي له طالما أن هناك توافقا عاما بين حضرتك كنواب. بصي يا استاذ اشرف، احنا متعودين ان ما يصل الى مجلس الوزراء او ما يصدر عن مجلس الوزراء بيكون تم الاعداد ليه وفي ترتيبات كثيره ليه، وصدور هذا القرار من مجلس الوزراء حاجه يعني شيء مشين جدا جدا، ويعني يشير الى افتقار هذا المجلس لاي عامل سياسي. الخوف الاكبر والخوف الكبير جدا من لما يوصل المجلس ويتصوروا ان هذه القضيه هي قضيه حمايه مصير الحكومه الاغلبيه الميكانيكيه داخل دعم مصر دايما بتوافق على كل القوانين عشان تمررها الحكومه بدون ما يكون في عقل وده في افق سياسي. بس دكتور محمد خليني للامانه وللموضوعيه عشان ما معيش الطرف الاخر دخل من دعم مصر وعارضه ووقفوا إلى جانب موقفكم من تيران والصنافير عدد كبير من دعم لا مصر. وللأمانة برضو حكى دكتور عارف أن أنا بحب دايما نكون موضوعيين، فكرة إطلاق أحكام مطلقة على أن الأغلبية تمرر كل قرارات أو مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة هو صحيح. حكم يعني غير عادل غير أن هناك مشروعات كثيرة تصدى لها الائتلاف الأبرز في هذا البرلمان هو ائتلاف دعم ومنها مصر. قانون للأمانة الخدمة الوظيفية الخدمة المدنية وغير مش حضرتك معانا يا دكتور؟ قانون الخدمة المدنية لولا أن احنا تصورت أو أنت فاكر كده لولا أن احنا تصدنا ليه وضغط الشارع الشعبي اللي أكبر النواب رغم الائتلاف دعم مصر قعد وقتها على لسان المرحوف مرحوم مثلا احتفل هذا ان هو بيؤيد القانون، لكن ضغط الشارع هو اللي اوقفه. احنا بنتكلم على عشرات بقى القوانين من اول القيمه المضافه للتيران والصنافير لكل حاجه اللي كان الائتلاف بيتصور ان هو كده بيحمي الدوله، وهو انا قلت كلام محدد فيه ان ده كلام يضر بالنظام، يضر بشرعيه النظام وشرعيه وجودنا كلنا لو احنا اوقفنا العمل السياسي. واحنا على فكره بنتكلم واحنا متفقين، انا دايما بحب ادور على نقط الاتفاق استاذ مصطفى وانا متفقين على ان هذا القانون بالشكل
اللي وافق عليه مجلس الوزراء كارثه ومصيبه في تاريخ مصر لم تحدث، مش بس ايام عبد الناصر ولا ايام الملك ولا ايام الاحتلال حصلت فيها، وفي افقر الدول الديمقراطيه لم يحدث مثل هذا الكلام. الكلام بقى على الارهاب الحكومه دي نفسها وما والممارسات اللي بتتم حواليها، حتى الان لم تنفذ حكما واحدا من الاحكام اللي صادره ضد الارهابيين او ضد الجماعه الارهابيه دي، ده علامه استفهام كبيره لازم نوقف عندها. في نفس الوقت احنا عايزين نسقط الكارثيه على لا لا احنا نفذنا عدد من الدكتور من خلينا نفصل المسائل ولا نخلط الاوراق. اي حكم بيصدر بينفذ حتى الان، وده شان قضائي مهم يعني سواء كان بالسجن او كان بالاعدام. كون بقى انه في محكمه النقض بتحيل الامر مره اخرى الى محكمه الجنايات ثم يعود مره اخرى الى محكمه النقض، اعتقد انه التغيير الاخير والتعديل الاخير اللي حصل اعطى محكمه النقض حق التصدي للقضايا، وده اللي حصل في قضيه التخابر الاخيره وزودت الحكم بتاع محمد مرسي من 15 سنه الى 25 سنه. دي واحد الشقة. نعم. دي واحد. نمره 2، ولكن المحكمه في حكمها يا استاذ مصطفى لم تقل واسقاط الجنسيه عنه، لم تقل هذا الامر. معلش، ما في مشروع قانون متقدم، يعني في مشروع قانون متقدم هيتناقش في البرلمان والبرلمان له الحق. وزي ما انا بقول لك ان قضيه الحفاظ على الحريه وثوابت الدوله الوطنيه الحديثه قضيه ما تخصش 25 30 ولا تخص مصطفى بكر ولا تخص فلان، بتخص مجلس النواب كله. وانا اعتقد ان زملائنا في دعم مصر لا يقلوا وطنيه وحرص شديد على الحريه من اي زميل اخر، ومن ثم كان ليهم مواقف كتيره جدا موجوده، يمكن مش اللي احنا حصرناها بس لا موجوده. وما عادش يا دكتور في الاغلبيه الميكانيكيه، ما عادتش، يمكن كانت موجوده في ايام الحزب الوطني بس. طيب حضرتك تعرف ان في كثير من الزملاء بيقولوا هقول حضرتك حاجه، في بعض الاراء. دكتور محمد حاجه عايز تقول حاجه؟ هذا لنظره قريب، لان احنا ممكن هنشوف اداء الرباط على هذا القانون والقوانين الاخرى اللي يعني بتسيء لحياه الناس تبقى عامله ازاي، ونتمنى ان يكون الاداء يعني متوافق في مصلحه الحريات ومصلحه رفع الاعباء على الناس، ونشوف النتيجه عامله ازاي. انا نتمنى ده. بشكرك دكتور محمد. طبعا بشكرك دكتور محمد عبد الغني، عضو ائتلاف 25 30.